يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل السنة تنسخ القرآن؟ وهل في قوله سبحانه وتعالى وأحل لكم ما وراء ذلكم منسوخ بحديث النبي صلى الله عليه وسلم لا تنكح المرأة على عمتها ولا على خالتها؟ هذا ما هو بنسخ يا أخي، هذه زيادة على ما في القرآن، والرسول يوحى إليه السنة كما يوحى إليه القرآن، فهذا زيادة من المحرمات ثبتت بالسنة، وما ثبت بالسنة فهو مثل ما ثبت بالقرآن، إن الكل من عند الله عز وجل، فهذه زيادة على ما ذكر في القرآن. نعم. مثل قل لا أجد فيما أوحي إلي محرم على طاعم، زادت السنة تحريم كل ذي مخلب من الطير وكل ذي ناب من السباع، هذا ما هو في القرآن لكن ثبت في السنة. نعم.